السلام عليكم جماعة. هنعمل كوركشن للهوم ورك بتاعنا، بداية من أول مسألة لغاية السؤال رقم تقريبا 30 أو 31 سؤال. اللي فهم نص نص أثناء الشرح هعيد تاني الشرح، ماشي؟ خد بالك كده معايا، احنا هنعمل ايه واحدة واحدة ومن الاول وجديد. احنا بداية كان عندنا حاجة اسمها measuring angles، كان في حاجة اسمها degree measure اللي احنا طول عمرنا لغاية السنة دي بنعرفه. الانجل دي الميجر بتاعها بكام؟ 30 40 60 75 degrees. الجديد في الموضوع النهاردة اللي احنا او السنة دي اللي احنا بقى عندنا ميجر تاني اسمه راديان ميجر. طب في علاقة تربطهم ببعض هما الاتنين؟ قال لي اه طبعا في علاقة تربطهم ببعض. ايه العلاقة اللي تربطهم ببعض؟ ان انا هقول ان سيتا ديجري، سيتا ديجري هي هي سيتا راد، الاتنين بيساوم بعض. سيتا ديجري هي هي سيتا راد، وسيتا راد هي هي سيتا ديجري، لان هي هي نفس الانجل. طيب لو انا عاوز سيتا ديجري هاخد السيتا راد هعملها تايمز 180 اوفر باي. طب لو انا عاوز الراد هشقلب الفراكشن ده، هاخد الديجري وهعمله تايمز الباي وهقسمه على 180. ده اول موضوع. تاني موضوع، في علاقة تربط ما بين الانجل وطول الراديوس وطول الارك، ولكن الانجل لازم تكون بالراديان ميجر. كنا بنقول كلمة سيتا راد بتساوي ال L على مين؟ على الار. اللي بيها سيتا راد بتساوي ال L over الار، اللي بيها الار بتساوي ال اوفر سيتا راد، اللي بيها ال ال بتساوي سيتا راد تايمز الراديوس. طب ده كلام كويس. ايه كمان عندك؟ خدنا حاجه اسمها equivalent angles او بنسميها coterminal angles، اللي هي ايه؟ لو انا عندي اي انجل ايا كان الميجر بتاعها كام، لو زودت عليها 360 الرقم اللي هيطلع equivalent الاصل الانجل. بمعنى لو انا عندي انجل الميجر بتاعها ب 60 زودت عليها 360 يطلع ب 420. ال 420 وال 60 بسميهم equivalent. طب الانجل ب 60 لو نقصت منها 360 هيطلع بنيجاتيف 300. نيجاتيف 300 والانجل 60 بسميهم equivalent. إذن مين الإكويفلنت دي؟ الإكويفلنت اللي هي أي أنجل أزود عليها 360 العدد اللي بيطلع بيبقى إكويفلنت الأصل الإيه الكلام، أو نقصت 360 الرقم اللي بيطلع إكويفلنت الأصل الكلام. يبقى كل أنجل ليها بوزيتيف إكويفلنت ونيجاتيف إكويفلنت. طب لو زودت 360 مرتين ثلاثة كل دول إكويفلنس ليها. طب لو نقصت 360ات ما هو برضو يعتبر equivalent الاصل مين؟ لاصل الانجل. ده معنى كلمة equivalent angles او coterminal angles. برضو لازم نبقى عارفين حاجة لطيفة كده، ان ده كده بسميه first quadrant وده بسميه second quadrant وده بسميه third quadrant وده بسميه fourth quadrant. second first fourth third. الفيرست من الزيرو للناينتي، السكند لغاية 180، الثيرد 270، الفورث لغاية 360. طيب لو عندي انجل ما بعد الزيرو وما قبل الناينتي بتبقى في الفيرست كوادرنت، ما بعد الناينتي وما قبل ال 180 في السكند كوادرنت. طب لو عندي انجل بالظبط 90 او 180 او 270 او 360 او 0 اللي هي الانجلز اللي موجودة على الخطوط دي، دي موجودة في كوادرنت معين؟ لا. اما اللي بنسميها ايه؟ اللي بنسميها
quadrantial angles، بنسميها quadrantial angles، يعني مش موجودة في quadrant بعينه. ماشي الكلام؟ طيب ده conclusion عام للجزء البسيط اللي احنا اخدناه في الدرس الاول. لما نيجي نشتغل مسائل هتبان لنا الدنيا رايحة فين وجاية من فين قوي قوي قوي.